وللحديث عن التطورات في السودان واستمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع معنا من اسطنبول الوزير السوداني السابق الدكتور خليل عبد الله محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. عليكم السلام. بداية، الاشتباكات بين حميدتي والبرهان تدخل يومها السادس، ما الذي يمنع التوصل إلى اتفاق بين الجنرالين وتثبيت الهدنة؟ أولا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للحديث عن ما يدور الآن في السودان. حياك الله. وأقول الذي حدث في السودان هو حقيقة انقلاب. نعم. وتمرد على السلطة الموجودة في البلاد. نعم. السريع جزء من القوات المسلحة السودانية حسب القانون الذي أنشأ هذه القوة، وينبغي أن يعمل تحت إمرتها، ولكنه تمرد حقيقة يعني محاولة انقلابية مكتملة الأركان. نعم. وفيها عوامل خارجية وتعقيدات سياسية وقد أعد لها من زمن طويل يعني. نعم. وأنا أعتقد أن التوصل لاتفاق فيها سيعيد إنتاج الأزمة من جديد. أي نوع من الاتفاق غير الحسم العسكري يمكن أن يدخل البلاد في أزمات أمنية وسياسية أكبر من التي كانت قبل. كيف ذلك إذا سمحت لي سيادة الوزير؟ طيب أنا أقول هذا، إن حميدتي منذ أبريل 2019 نعم عند الانقلاب الذي حدث في تغيير النظام السابق ظل يعد لهذه اللحظة. نعم. وهناك شواهد كثيرة جدا على ذلك. نعم. وظل حقيقة يراوغ طول هذه الفترة ويغير مواقفه ويتناقض حديثه وتتناقض مواقفه، ولكنه كان يعد لهذه هذا العمل، وهو مرتبط بأجندة خارجية معروفة يعني إقليمية ودولية. نعم. ولذلك حقيقة لابد أن تحسم هذه المسألة حسم نهائي. نعم. نعم. حتى يستمر السودان في استقرار وفي أمن يعني. أستاذ الدكتور خليل، هناك من يحمل الأحزاب السياسية بالسودان مسؤولية وخطورة الوقوف على الحياد أو متفرجين على الصراع، هل تمتلك هذه القوى العودة إلى المشهد أو تقديم نقطة التقاء من أجل إعادة السودان إلى الحل السياسي والاستقرار الذي كان في القريب؟ والله أنا في نظري أنه ليس هناك أي فرصة للاستقرار السياسي ما لم تتفق كل القوى السياسية الموجودة في السودان وتتراضى على الحد الأدنى فيما بينها حتى يعني تقيم نظام ديمقراطي حقيقي ترجع فيه إلى الشعب السوداني هو الذي يختار من يحكمه، يعني ائتلافا كان وأحزاب منفردة إلى آخره. نعم. ولكن تظل يعني الفترة فاتت ظلت تحكمها فئة قليلة جدا من القوى السياسية الموجودة في السودان، ليس لها مؤيدين يذكرون في الساحة السياسية. نعم. وظلوا حريصين على السيطرة الكاملة على المشهد السياسي. طيب إلى أي مدى تتحمل الأطراف الاستقرار مربوط حقيقة بأن يتراضى الناس على الحد الأدنى من الاتفاق حتى يعني يوفر الأمن وتوفر الظروف الملائمة. طيب. لحكم البلاد بحكم ديمقراطية. نعم. إلى أي مدى تتحمل الأطراف الخارجية مسؤولية احتدام الصراع في السودان خصوصا مع نفي الطرفين تلقيهما أي دعم خارجي؟ طبعا هذا الكلام ينفيه تماما تصريحات مسجلة ومنشورة ومعروفة لحميدتي. هذا يعني قال عندما وقعنا على الاتفاق الإطاري يعني كنا مجبرين من قوى أجنبية وكنا مجبرين من سفارات أجنبية، ويعني حقيقة هو يعني فيه يعني صراحة أكثر من اللازم يبدو لقلة التجربة السياسية. فتحدث مرة للإعلام يعني بصورة صريحة للغاية وتحدث عن أنهم وقعوا على الاتفاق الإطاري المعروف يعني. نعم. وهم مجبرين من قوى أجنبية بصورة واضحة جدا ليس فيها أي لبس. وهناك أيضا بعض السياسيين الذين كانوا يصرحون أننا والله سنطوف على السفارات سفارة سفارة والاجتماعات التي
تدار بواسطة السفارات الأجنبية وممثل الأمم المتحدة في السودان حقيقة كانت معلنة يعني ليست سرا يعني. فتدخل الأجنبي في المرحلة الحالية والسابقة في شأن السودان أمر يعني لا يحتاج إلى كثير دليل يعني، إنما هو أمر معلن. نعم. سيادة الوزير عبد الفتاح البرهان قال أو أكد أن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد ممكنة بمجرد هزيمة قوات حميدتي. عبد الفتاح البرهان أكد أن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد ممكنة في مجرد هزيمة قوات حميدتي، في حين أن حميدتي قال لدى قواته الاستعدادات الكاملة وساحة المعركة ستحدد كل شيء. من الطرفين يمتلك قرار حسم المعركة لصالحه ومن يحدد ذلك؟ والله حقيقة يعني إذا التدخل الأجنبي يعني ظل بعيدا عن ما يدور الآن من معارك في الخرطوم، نعم. الجيش السوداني قادر ومؤهل تماما لحسم هذه المعارك حقيقة، لأن هذه حقيقة ميليشيات صحيح صنعتها الحكومة السودانية إذا كانت سابقة أو أسهمت الحكم الحالي في تمكينها، هي في النهاية ميليشيات ليست جيش نظامي. الجيش السوداني يمتلك خبرة طويلة جدا في الحروب ويمتلك آلة عسكرية متطورة حقيقة مقارنة بما حوله من إقليم. سيادة الوزير أنت قلت إذا بقي التدخل الخارجي خارج الأمر فأن الجيش السوداني يمتلك، إذا لم يكن التدخل الخارجي خارج الأمر هل هذا يعني أن قوات الرد السريع سترجح الكفة لها؟ والله هذا طبعا يصعب التكهن به، لكن إذا لم يكن هناك تدخل مباشر، أنا أتحدث عن تدخل مباشر، الجيش السوداني قادر على حسم هذه المعركة في فترة لن تطول إن شاء الله. نعم. ماذا عن الشعب السوداني؟ أين هو في معادلات القوى؟ أليس من حقه التحول الديمقراطي أم لا؟ والله الشعب السوداني الآن يعني التعبير الذي رأيناه في الأسافير وفي وسائل الإعلام المختلفة مؤيد تأييد كامل للجيش السوداني، حقيقة لا تكاد تجد مؤيدين لحميدتي وقوات الدعم السريع. التأييد للجيش السوداني الآن درجته غير مسبوقة حقيقة في تاريخ السودان. كل الشعب السوداني الآن يقف مع الجيش السوداني وقفة صلبة وقوية جدا، ومستعد أن بكل شيء في سبيل أن ينتصر الجيش السوداني في هذه المعركة، لمعرفته أن مستقبل السودان حقيقة في أمنه واستقراره مربوط بتمكين القوات المسلحة وليس الميليشيات التي تقاتل القوات الآن يعني. الوزير السوداني السابق الدكتور خليل عبد الله محمد كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.